لو الحكاية فيها إن فيتو. كبرياء مش كده الناس موجودة. الشعب المصري ده شعب سهل يعرف مين اللي بيحبه حقيقي، يحس طيب يسمع، لكن عمره ما قال شعب عظيم. شعب 100 سنة جاي، كل جاي عبد الناصر محشر. يا 100 سنة أقسم بالله عبد الناصر هيعيش آلاف مش ملل. شايف إن في حد تاني هيخلد ذكر عبد الناصر؟ يا ستي عبد الناصر دي أنا وأنت، عبد الناصر دي لما العرق يروح ضارب سيكي كده هو في عزة في موقف ده عبد الناصر. عبد الناصر لما تقف جنب ضعيف في الشارع بيتهاني انت بقيتي عبد الناصر. عبد الناصر انت تصرخ تحت الجبهة. عبد الناصر مش دين، عبد الناصر روح العدالة الاجتماعية. عبد الناصر روح مجانية التعليم ملحق. مش هتكلم على العدالة الاجتماعية ولا هتكلم على الصحة. في ناس عملت كده، في ناس عملت عدالة اجتماعية، في ناس عملت صحة. عبد الناصر مش فاهم. عبد الناصر ما نجحش. عبد الناصر اتهزم في 67 والشعب جه قال له يلا كان معاه. عبد الناصر مش نجح. عبد الناصر روح، روح عبد الناصر هتفرق في الدنيا. ما هو تفرق في الامة في العيل الصغير اللي مرمي في السجون الاسرائيلية، في المظلوم اللي مرمي في السجون المصرية، او في اي سجن في السجن. عبد الناصر، عبد الناصر انا عرفت يا ابويا، وانا عرفت عيالي بيه، وعيالي هيعرفوا عيالي بيه، واي موقف رجوله شهامه بتعمل هيفكرنا بعبد الناصر. عبد الناصر في